السلام عليكم خوتي، معكم ميدو كما العادة خوتي. ما تنساوناش لي لايك ولي جيم خوتي والاشتراك في القناة باش يوصلكم جديد خوتي. فيما يخص الإعلام المصري راه يتكلم بزاف على المنتخب الوطني لكرة القدم خوتي، وعلى الأخ جمال بالماضي دار القائمة، ما دارش اللعبة اللي غادي يلعبوا ولا ما غاديش يلعبوا خوتي. هي خوتي في حقيقة اللهم لا حسد، الحسد واعر والعين واعر خوتي. بعد الإعلام المصري قبل ما يبدأ يدير إعلان على المنتخب الوطني يقولوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اللهم لا حسد. على خاطر خوتي اليوم البارح ولا هذه الثلاث أيام كاين ثلاث لعابة وصابوا بمبدا الكورونا، فيما من احسن اللاعبين هو بلايلي خوتي. ملي بدينا البطوله العربيه وهما يهضروا والبطوله الافريقيه في الكاميرون عاود راهم يهضروا خوتي. هضروا على المنتخب تاعكم، هضروا على القائمه تاعكم اللي غادي يديرها لكم هذاك المدرب تاعكم كيروش، هضروا على المنتخب تاعكم وبس، لان راه في مازق جمال بالماضي. اللعابه مرضى، كاين القانون الفيفا فرضت علينا اللعابه حتى 3 جانفي يجيو يتلحقوا بالمنتخب خوتي. واش نقول لكم خوتي، قولوا بسم الله ما شاء الله، تابعوا معنا هذا الفيديو خوتي وغادي تعرفوا. يعني يا جماعه منتخب الجزائر اللي فاز بكاس العرب ومعاه فرقتين، واحده بيه فيهم فايز بيها في بطوله بكاس الامم الافريقيه، والثانيه اللي هي الثانيه لما من غير محترفين فاز فيها بكاس العرب، ورغم كده الجزائر راح تلعب ماتشين وديين. فتنسيق منسقين، حالنا كده، احنا هنعمل كده 5 يناير نلعب كده، ويوم 2 يناير هنعمل كده، يوم 1 يناير الجزائر مظبطه حالها تلعب ماتش مع جامبيا، يوم 5 يناير الجزائر وغانا. اتفرج على الماتش عامل ازاي، يا اخوانا، جزائر وغانا. طيب لا يعني اعتقد ان في فرق عربيه لسه موجوده، جزائر احسن فريق عربي جه البطوله، والجزائر عظيمه. كتيبه الكابتن جمال بالماضي، وكان لسه يحيى بيتكلم على بداية ظهور أسامي كده في القائمة، فإحنا بنتكلم عن منتخب بطل سواء باحتفاظه أو يعني بأحقيته باللقب في النسخة اللي فاتت، وأكيد هيكون بيحارب للاحتفاظ باللقب كمان في النسخة الحالية. الكابتن جمال بالماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أعلن القائمة المستدعاة لخوض نهائيات النسخة اللي جاية من بطولة كاس أمم أفريقيا 2022. ضمت قائمة المنتخب الجزائري اللي أعلنها بالماضي 28 لاعب، بيجي طبعا في مقدمتهم رياض محرز نجم مانشستر سيتي، ياسين ابراهيمي، يوسف بلايلي، اسلام سليمان، بنجاح، يعني كل اللعيبه، بن رحمه، بن ناصر، والناس يعني لا في اسامي كثيره جدا في قائمه الجزائر، حدث ولا حرج على عدد كبير جدا طبعا من نجوم المنتخب الجزائري اللي هيكونوا موجودين. وبالرغم ان في نجوميه اوريدي، وانت بتلعب في احسن الدوريات وبتلعب في احسن الانديه وبتتقاضى مبالغ عظيمه كراتب اسبوعي، كل حاجه متوفره عند اللعيبه دول، ولكن اللي شفناه في النسخه اللي فاتت من كاس امم افريقيا، ولكن اللعيبه دي بتعشق حاجه اسمها فوز، بتموت نفسها، مش مستكفيه، فاهمه يعني ان هي كده كده انا نجم، بس انا كده كده هموت نفسي علشان تيشيرت منتخب بلدي. فعندهم كمان هويه لطيفه جدا، هويه بطل حقيقي. طبعا الكابتن جمال بالماضي صاحب العقلية الجبارة على المستوى الفني والتدريبي، فأكيد هنشوف منهم مستوى كبير جدا خصوصا باللي احنا شفناه اوريدي من مجموعة مش هي الصف الأول في كاس العرب، فبنقول أكيد ان احنا هنشوف. طبعا انت قلت على رأسهم، قلت 4 أسامي غيرهم بقى، سواء بن سبعين ولا بن ناصر ولا بن رحمة ولا الناس كلها دي لعيبة تانية متألقين بشكل كبير جدا في الدوريات الأوروبية، فانت مش عارف تقول على رأس القائمة مين من كتر اللعيبة المحترفة عندهم، فهم فريق متكامل بشكل